ثلاث ساعات متواصلة، أغنية جديدة طرحتها روبي أول أمس، ومن أول لحظة وهي عاملة ضجة كبيرة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي. كثير من الانتقادات تكلمت عن إيحاءات جنسية في الأغنية، وقالوا كيف الأغنية مسموح فيها عادي كذا، وليه بتقوم الدنيا على مطربي المهرجانات لما يغنوا شيء يعني متهم بالإسفاف، وناس تانية عادي، وبالمقابل في ناس تانية شايفة الأغنية فعليا ما فيها شيء، وأغنية خفيفة لذيذة، وشايفين المشكلة في مخ اللي بيسمعوا بيفسروا على مزاجهم. وفي عاد ناس ثالث، يعني نوع ثالث خلينا نقول، هذول تماما من الناقمين، هذول من كتاب الأغاني اللي قالوا أنهم بيتحاسبوا من الرقابة على الكلمة والحرف، لكن أغنية مثل هذه عدت من الرقابة عادي. الجدل والانتقادات هذه استمرت ساعات، بعدها ملت المواقع أخبار عن اجتماع أونلاين للرقابة للبحث في الموضوع. رجعنا بعدها شفنا بيان للنقابة بينفي وبيقول ما في اجتماع ولا شيء، والأخبار هذه مو صحيحة، ما في اجتماع ولا تحقيق لا أونلاين ولا أوفلاين. رجعنا من ساعات شفنا بيان لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل بيقول فيه أن النقابة أصلا ما لا علاقة بالأغنية، ولو في مشكلة في الموضوع عند المصنفات والرقابة مو عند النقابة. ووسط كل هذا روبي على حسابها على إنستغرام مكمل احتفالات بأغنيتها، فجالسة بتعيد نشر ستوريات الناس المبسوطة بالأغنية، وكمان نشرت بوست لمقطع من الأغنية بيقول ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر، وكتار شافوا أنه قصدها هنا الرد على الجدل اللي صاير. كاتب وملحن الأغنية عزيز الشافعي هو كمان في ستورياته بيحتفل بالنجاح، وفي اتصال مع تفاعلكم رده كان كالتالي، خاصة وهو أنه هو نفسه كلماته وألحانه لأغاني سابقة لروبي أخذت نفس الاتهامات، ولو كان أنه بحجم أخف هذيك المرات. أنا كتاب بيبقى فيه جدل على الأغاني اللي بنزلها طبعا، بس مش بالشكل ده، أو مش بتأويل الكلام بالطريقة دي. الجدل هو جزء من معادلة النجاح في الوقت الحالي اللي هو الترند، يعني زي ما بيسموه. أنا شخصيا ما بحبش النوع ده من النجاح، لكن هو اتفرض علينا. شايف الحالة من الجدل، أغلب الناس شايفة أن الأغنية لطيفة ومتديهاش محمل مختلف عن محملها، وهي نجحت وبقت رقم واحد في الترند على اليوتيوب يعني. زي أغنية مع روبي قبل كده، حتة ثانية ونمتنن. لكن أنا مش موافق على تأويل الكلام بمحمل إنها فيها إيحاءات أو حاجة زي كده، لأن الكلام في السياق بتاع الأغنية ما بيطرحش غير فكرة بسيطة جدا، إن هي بتقول لحبيبها تعالى ننسى كل المشاكل اللي حوالينا ونفصل، بالمعنى العامي المصري اللي هو يعني نفصل عن الناس دي كلها، نقفل موبايلاتنا ونسافر، نروح اسكندرية، نروح الغردقة، نروح نقضي وقت مع بعض حلو. مش شايف ان المعنى ده يعني معنى مبتذل، ده معنى طبيعي جدا متقال كتير يعني، بس انا بعمل له صياغة بالكلمات بتاعت العصر الحالي، ده قصدي من الاغنية. واي حد بيفكر بطريقة يعني مش عايز اقول سليمة النية يعني، ما عندوش حاجة مختلفة في ثقافته أو في دماغه، هيشوفها كده. اللي عايز يشوف أي كلام إن هو كلام فيه إيحاءات، هيشوف أي كلام إن هو فيه إيحاءات، حتى لو كان يعني كلام نسر أو يعني كلام عن أي حاجة. وفي أمثلة كتيرة لأغاني كتيرة برضو ممكن تتأول كده، فأنا شايف إن ده حاجة مش لطيفة، ويعني تفتيش في النوايا. أنا يعني ما بحبش النوع ده من الجدل بصراحة. حقيقي في ايه واحنا عملنا ايه عشان الناس تحقق معانا؟ لا، النقابه ناس محترمه وناس كلهم نجوم يعني واساتذه كبار مبدعين، واعتقد ان هم دايما هيبقوا في صف المبدع يعني، مش في صف النظر المتزمته اللي من بعض الناس دي.
فانا زي اي حد من الشعراء بقدم الكلام بتاعي، على عكس اغاني كتيره بتنزل من غير ما تعدي على المصنفات الفنيه. انا شخصيا ما عنديش اي اغنيه ما عدتش على المصنفات الفنيه، وليهم ملاحظات دايما بحترمها وبحاول ان انا اوصل وجهه نظري. في الاخر بنوصل للصوره النهائيه اللي بينزل بيها العمل. كلمه بوسه اللي قالها صلاح جاهين لسعاد حسني، بوسه ونغمض ويلا، دي تحتمل انها كلمه فيها ايحاءات، تحتمل انها كلمه رومانسيه. فهو اللي هيقيم هنا مين؟ اللي هو مش عاجب الناس في اغنيه روبي، او مش يعني بعض الناس، عشان بس الاغنيه الحمد لله عاجبه الناس كلها. ما تقال بقى سلطان، ما انا قايل برضه تعالى ادلعك واروقك واظبطك. الكلام ده ممكن يترجم عند ناس ثقافتهم سوري يعني منحطه بشكل في ايحاءات، وعند اغلب الناس بدليل طبعا نجاح الاغنيه هو اتفهم في سياقه ان هو كلام مصري دمه خفيف، بان واحد صالح صاحبه بيقول له تعالى هخرجك خروجه حلوه وهتنبسط وهروقك وهدلعك وهظبطك. كل الكلام ده كلام بيقوله لبعض مش بغرض اي ايحاءات. معنا من القاهرة المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، أهلا فيك معنا أستاذ طارق. ليش صارت هذه الضجة وصار في إنه اجتماع ولا ما في اجتماع، ويعني تضارب هذا كله كيف صار؟ اهلا وسهلا بيكي، واهلا وسهلا بالجمهور العربيه. يعني انا مبسوط جدا ان انا على منبر العربيه لايضاح ما يحدث في الكواليس او ما يحدث من بعض المجتهدين. يعني عودنا دايما الصحفيين وعودنا دايما الراي العام في مصر والوطن العربي ان النقابه بتدار بمنظومه اعلاميه انا موجود فيها من 20 سنه تقريبا، بنطلع البيان المصداقيه في الكلمه اللي بنطلعها من عندنا وليس الاجتهاد. يعني كل ما حدث وكل ما تناولته بعض الصحف، مش هنقول الكل، ورواد السوشيال ميديا هو لا اساس له من الصحه، لم يخرج على لسان النقابه ولا البيان الرسمي. ولكن البيان صدر امس ان احنا نفينا ان اجتماع اونلاين لمده 3 ساعات المجلس بالنقيب منزعجين، ده الكلام اللي قريناه او سمعناه او شفناه زي حضرتك وزي الساده المشاهدين، وكنا مستغربين جدا ونصاع وراء بعض الاعلاميين للاسف الشديد، واكدوا هذا الكلام اللي هو عار تماما من الصحه. هنا اناشد زمايلنا الصحفيين والاعلاميين، القناه الرسميه احنا موجودين 24 ساعه، طيب. بالعكس بنديكوا الخبر لغايه عندكم في بيان رسمي. طيب يعني انتوا ايش موقفكم من الاغنيه؟ لانه برضو طلع هذا الكلام بسبب اصلا يعني يمكن كليه خلينا نقول كثرت المطالبات للنقابه بابداء رايها في الموضوع. هي النقابة، أنا هنا مش بصدد إن أنا أقول رأيي في الأغنية، لأن أنا مش مخول ليا أقول رأيي في الأغنية. لا لا مش حضرتك شخصيا، نحن بنتكلم عن النقابة. الناس كانت تتكلم على مواقع التواصل وحتى الإعلاميين وكده، وكانوا بيقولوا إنه إيش موقف النقابة من الأغنية. تفتكري حضرتك الفنان مصطفى كامل مثلا نقيب المهن الموسيقيه، هو في الاساس من 23 سنه صانع الكلمه، استطاع ان يغزل بالحروف معسول الكلمات تغنى بها كبار والنجوم في مصر والوطن العربي، اكثر من 2000 اغنيه الفنان مصطفى كامل الفهم قبل ما يبقى مطرب او موسيقي فهو مؤلف. تفتكري مش هيقدر يوزن الكلمات او مش هيقدر يقيم الكلمات الفنان مصطفى كامل ومجلس ادارته اللي طب هو انفجروا بيقول ضد ظاهره ما اسموها بالمهرجانات؟ هو بيقول انه ملناش دعوه. في حال احنا الغنوه تقيم من المصنفات، لكن في حال اي الفاظ بذيئه او خارجه النقابه تتدخل فورا، وما حدث في المهرجانات او ما اسموه المهرجان كان خير دليل. ولكن هنا الناس ضاعت. حضرتك لسه بتقولي الناس بتوين، يعني ناس قالت الكلام عادي ما فيهوش اي حاجه، وناس قالت لا صح. الكلام بيدي ايحاءات. حضرتك ممكن تشوفيه بنظره، انا اشوفه بنظره، ولكن النصيحه اتركوا الفاهم يشتغل، اتركوا الحاجه الناجحه هي اللي تقدم الشيء الجيد او الغير جيد. يعني النقابه تقدر تقول هذا الشيء جيد وتسيبه، وتقدر تقول هذا الشيء غير جيد وتمنعه. والتجربه لسه يمكن على اذهاننا كلنا ما اسموه بالمهرجانات، هو مجلس الاداره برئاسه مصطفى كامل اللي انقذ الشعب المصري والعربي من الكلمه البذيئه، دحر في بطون مروجيها
هذه الكلمات ما قدرتش خلاص، احنا نسينا هذه الفقاعة اللي استشرت في مجتمعنا المصري والعربي لو حضرتك تتذكري قبل 3-4-5 شهور قبل ما يتولى مصطفى كامل يعني سنة بالكتير. لا أستاذ طارق، أستاذ طارق بس يعني أول شيء بنستخدم كلمات صراحة مرة كبيرة، يعني إنقاذ الأمة العربية والمصرية والكلام هذا كله، يعني شو يعني كم كلمة في كم أغنية، ثقافة الثقافة حضرتك، بس كم كلمة في كم أغنية ما رح تسبب أزمة. وطبعا النقيب السابق هاني شاكر هو اللي بدأ هذه الجدل، الأمير أمير الغناء العربي طبعا. هي تكملة، هي سلسلة. خليني أوضح لحضرتك، أولا نقابة الموسيقيين دايما هي أسرة، أسرة الموسيقية، هي اسمها الأسرة الموسيقية. الفنان مصطفى كامل استكمل مسيرة الأمير الغناء الفنان هاني شاكر، ده شيء جيد وشيء جميل وشيء لو نم ينم على الألفة والحب اللي ما بين الوسط الموسيقي المصري. خليني أقولك يعني إيه، حضرتك قلتيلي أو اتهمتيني إن أنا بستخدم ألفاظ جاحظة أو كبيرة، خليني أوضح لك. خلينا نتفق ان انا يعني ما كان اتهام، يعني هو صراحه يعني هي الفاظ اكبر من الموقف اللي نحن فيه، يعني مش لا 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 يعني مش اكبر خالص، لا لا يعني مش كلمه اغنيه، يعني لو قالوا في اغنيه كلمه يعني مش حتنهار الاخلاق العربيه. يعني اسمحي لي اوضحها لك، اسمحي لي اوضحها لك. أولادك أو بناتك بيتعلموا في مدارس أجنبية وبتدفعي فلوس قد كده بالدولار، ولكن ثقافتهم بتشكل وجدانها من أو وجدان هذه الأطفال أو هؤلاء الأطفال بتشكل من الأغنية أو الفن اللي بيستنشقوه أو بيسمعوه، وبيشب في شخصية الشباب في الكبر ملامح هذه الشخصية. تخيلي حضرتك لما يستسقي الولاد شخصيتهم أو وجدانهم من هذا الإسفاف اللي كنا بنعيشه، يبقى شكل أمتنا وشكل أولادنا وشبابنا في المستقبل إيه؟ من هنا قالوا تقاس حضرات الأمم بالموسيقى. ده كلامي مش كلام جاحظ، بالعكس. لا لا يعني هي نوع من أنواع الأغاني وسط موجودة وسط أغاني كثيرة، وأظن من الظلم أنه نوصف كل أغاني المهرجانات بالإسفاف يعني، وحتى الإسفاف يعني كمان موضوع جدلي على الكلمة نفسها يعني. وإذا قلنا أنه تربية العيال كلهم حتعتمد على أغاني المهرجانات، يعني طب فين دور الأهل، فين دور المدرسة، فين دور مليون ألف شخص يعني، ده يعني ما أروح أحمل مغني بأغنية. هو ده اللي بتكلم عنه. فين دور النقابة؟ هو ده اللي أنا بتكلم عنه. النقابة أوكي، دور النقابة، دور النقابة تمام، حلو. دور النقابة في ده الموضوع، في موضوع المهرجانات اتدخلوا، نفهم عدم تدخلهم في موضوع روبي وأغنية روبي أنكم أنتم مساندين لروبي وما أنتم شايفين أي شيء في المشكلة في الأغنية؟ لا، مساندين ده كلام مش صحيح، مفيش مساندة. ولكن ليه ما تقوليش ان مفيش، قولي لي لفظ كده حضرتك، انا بقول لك قولي لي لفظ في الغنوة ممكن تقوله لي، لفظ ازعجك انت. لا انا مش، انا مالي دخل في الموضوع انه يزعجني الكلام ولا ما يزعجني الكلام. الناس يعني في كلمات نحاول ندور، هاتي تعليق. الناس قالت عايزين تعليق لحد على كلمات والكلمة تتقال. يعني انت حابب نعيد الكلام اللي هي قالته يعني عشان تشوف نحلل الكلمات؟ نعيد. لو في كلمه، لو في كلمه خطا، مجلس الاداره ما اعتقدش برئاسه مصطفى كامل ممكن يفوت ولو حرف خطا. هي الناس بتتكلم ان الاغنيه فيها ايحاءات يا استاذ، مو كلمه واضحه مخلة، هم بيتكلموا انه في ايحاءات انه يلا وتعالى وكذا وكذا وكذا. طبعا احنا عرضنا راي عزيز الشافعي واللي دافع وقال انه هذا الكلام يعني في عقل الناس، وانه حتى في كثير اغاني ثانيه بتستخدم كلمات اخرى عاديه، وانه الموضوع يعني، وانه ام كلثوم وصلاح جاهين ذكروا كلمات وهكذا. بس انت الان احنا ما احنا طرف في هذا الموضوع، وانا يعني احب روبي على المستوى الشخصي صراحه يعني، فهي أنا ماني جلسة الآن لا أهاجم روبي ولا أدافع عن روبي، أنا كشخص أنا أحب روبي، ولكن إحنا بنتكلم عن أغنية عملت حالة جدل، فهذا اللي بسألك عنه. ممكن الجدل حضرتك أصلا ذكرتي في كلامك إن الجدل ما بين وما بين، لكن أنا أقدر أتكلم فيه وأقوله لك عن بثبات بقوة. أيوة. النقابة لن تسمح ولم تسمح بأي تجاوز في الكلمة أو في اللفظ أو في المعنى. ده كلام منتهي، ده كلام ما فيش فيه فصال خالص. كون إن هي الغنوة لم تعاقب أو الغلوة عقبت أو كلام من ده، ده ميزان بيوزنه مجلس الإدارة برئاسة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. أعتقد أنهم أهل لهذا الميزان أو أهل لهذا التقييم. طب مثلا يعني اعتراض الناس على مثلا أنها تقول أشوقك ودوقك،
لا انا مش يعني قولي الجمله من فضلك، ما تقوليش الكلمه يعني، قولي الجمله كده ببعضها. هي كده الجمله؟ لا لا مش كده، هي بتقول انا نروح نهرب من سواد الناس، يعني كلام كده يعني، نهرب من سواد الناس يعني. آه. مش كلام انا مش يعني، ومش بصدد برضو تقييم الغنوة، لان انا راجل اعلامي. انت اللي قلت لي ولا احنا بصدد تقييم الاغنية، بس حضرتك يا استاذ طارق اللي قلت لي قولي لي كلام منها انه كانه عشان نحلل. لا انا عايز يعني الجملة، انت اوكي عايز مع الجملة. اشوقك وادوقك هذه مفيش فيها، مش دول ورا بعض من غير كلام او قبل كلام، دول ورا بعض على طول. مش هقدر ولا حضرتك. دول ورا بعض على طول جمله واحده متخصص. لا انا مش عارف حضرتك جبتيها، انا قوليها كده ما اعرفش. لا انا عدت لك هي كم مره، ما فاضل الا اغنيها زي ما روبي غنى. انا خليني تاني اكد على ان في نقابه استطاعت ان هي يعني تنقي المجتمع من كلمات كتير جدا كانت بذيئه، تصدت لهذا الكلام. في نقابه هي قادره على اداره الحركه والحاله الموسيقيه في مصر، في نقابه هي حققت كتير جدا من الانجازات في هذا المحراب. وكلكم شاهدين على هذا الكلام، لو شايفه ان في اي تجاوز من جانبها هتتحرك، ولكن هناك ادارات تانية عليها برضو انها تتحرك. طيب يعني على العموم شكرا لك على هذه المداخلة، وبرس أرجع أذكر أنه نحن مش طرف في هذه القضية، في جدل على هذا الموضوع مع وضد، والأغنية جلسة بتحقق نجاح كبير يعني في ظل هذا الجدل، يعني هي الأغنية الترند الأول على يوتيوب. على العموم شكرا لك، كان معنا من القاهرة المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى.